حرف الباء. لم يفكر أحد منا أين ستسكنون. لابد من توفير بيت لكم تعيشون فيه. نعم بالتأكيد أنت محق، ولكن ما معنى بيت؟ البيت هو المكان حيث يمكنك العيش، وفيه نأكل ونشرب ونلعب أيضا. كما ترى يا طريف، هذا بيتنا، وهذا باب البيت. في بيتنا مكتبة فيها كتب وحاسوب. أختي أحلام ترتب الكتب باستمرار، وأنا أستخدم الحاسوب لألون على مبيلاتي. لقد فهمت الآن ما هو البيت. هل لاحظت شيئا آخر؟ مثل ماذا؟ فأنا لم ألحظ شيئا. هل لاحظت مثلا أن حرف الباء تكرر كثيرا في كلامنا؟ هل تعرف حرف الباء يا طريف؟ هذا هو حرف الباء. في بيتنا مكتبة فيها كتب وحاسوب. أحلام ترتب الكتب. أنا ألون على مبيلاتي. والآن، هل فكرتم في مكان للسكن؟ بالفعل أنت محق يا عمر. لابد من البحث عن مكان نسكن فيه. لدينا غرفة في حديقة البيت، يمكنكم استخدامها حيث شئتم. شكراً يا سيدي، سنقيم فيها حتى نتمكن من إصلاح السفينة إن شاء الله. على الروح بوسعة، سوف نسعد كثيراً بإقامتكم معنا. والآن، ما رأيكم في تناول بعض الفواكه اللذيذة؟ تفضلوا، هذا برتقال وهذا برقوق، وهناك العنب. هيا، إن مذاقها جميعاً لذيذ، وكلها فوائد وصحية. إن الغرفة واسعة، سترتاحون فيها كثيراً، ولكن عليكم أولاً ترتيبها، فإن بها بعض الأشياء التي نستخدمها ونحتاجها في منزلنا، وعليكم الحفاظ عليها. والطريف أن هذه الأشياء جميعها تحتوي على حرف الباء. ولكن كيف لنا أن نعرف هذه الأشياء؟ لقد قال والد عمر إن هذه الأشياء تحتوي جميعاً على حرف الباء. إذن فلنبحث عن الأشياء التي بها حرف الباء. رائع، لقد استطعنا التعرف على جميع الأشياء التي تحتوي على حرف الباء، ولكنني لاحظت أن فيها اختلافاً، فمرة يأتي حرف الباء في أول الكلمة، وأخرى يأتي في وسط الكلمة، ومرة ثالثة يأتي في نهاية الكلمة. أحسنت يا طريف، هذا صحيح. إن لحرف الباء أربعة أشكال، فمرة يأتي الحرف في أول الكلمة ويرسم هكذا، ويكون ذلك في كلمات عديدة مثل كلمة باب أو كلمة بطة. والشكل الثاني عندما يأتي الحرف في وسط الكلمة ويرسم هكذا، ويكون ذلك في كلمات عديدة مثل كلمة جبل أو كلمة مكتبة. والشكل الثالث عندما يأتي الحرف في آخر الكلمة ويكون منفصلا ويرسم هكذا، ويكون ذلك في كلمات عديدة مثل كلمة حاسوب أو كلمة كتاب. والشكل الرابع يكون شكل حرف الباء في نهاية الكلمة متصلا، وهو أيضا يأتي في كلمات عديدة مثل عنب كتب. إذن يأتي حرف الباء في أربعة أشكال، ويكون في نهاية الكلمة إما منفصلا مثل كتاب، أو متصلا مثل عنب، أو يأتي في وسط الكلمة كما في كلمة مكتبة، وقد يأتي في أولها كما في كلمة بطة. ما هذا الصوت؟ ماذا يحدث في الخارج؟ ما هذا؟ لقد أفسدت البطة الحديقة. ماذا سنفعل؟ لابد أن نعيد هذه الأشياء كما كانت. لا تقلق، سنصلحها إن شاء الله. ولكن كيف؟ الحمد لله، لقد أصلحنا ما أتلفته تلك البطة المزعجة. ما هذا الشيء الغريب؟ ومن الذي جاء به إلى هنا؟ ما هذا؟ ماذا فعلت؟ هذا ليس مكانها الصحيح. لا أعرف ما هذه، ولا أعرف مكانها الصحيح. هذه حركة حرف الباء، ولكنها توضع أعلى الحرف هكذا. فحرف الباء كباقي الحروف، إما أن يكون متحركاً وله ثلاث حركات، أو يكون ساكناً. أما الحركات فتكون حركة الفتح وهي قصيرة، ب فتح باء، وذلك في مثل
بطة. ويمكننا إطالة هذه الحركة ونطق الحرف بالحركة الطويلة باء مثل باب باب. أما الحركة الثانية فهي حركة الضم وهي قصيرة ب ضم بو، وذلك في مثل برتقال برتقال. ويمكننا أيضا نطقها بالحركة الطويلة بو مثل بوق. أما الحركة الثالثة فهي حركة الكسر وهي قصيرة ب كسرة بي بي كسرة بي، وذلك في مثل بلادي بلادي. وكذلك يمكننا نطق الحرف بحركة الكسر الطويلة بي مثل طبيب طبيب. أو قد يأتي الحرف ساكنا وذلك في مثل كلمة حبل حبل. الحمد لله، لقد استطعنا تثبيت اللوحة بنجاح. الحمد لله. لقد سمعت عمر اليوم عندما أجاب على الهاتف كان يقول أنا عمر، ولكن لا أعرف لماذا قال كلمة أنا. هي تعبر عن المتحدث المفرد، فمثلا أقول أنا ظريف، أنا فضائي، أنا أحب طريفة وفرفور وهكذا. أنا سعيد لمعرفة هذا. في بيتنا مكتبة فيها كتب وحاسوب، أحلام ترتب الكتب، أنا ألون علم بلادي. عزيزي أهنئك، لقد أتممت هذه المغامرة بنجاح.